أهلي بلدي الأعزاء، أسف يا تلبس اليوم ثوبا أسود بمقتل المرحوم والمأسوف على شبابه أبو آدم عماد نصيف أبو ركن، الشاب المهذب وأب لولدين، آدم في الصف الثاني عشر وغرام في الصف الثامن. مع سماع الخبر بعد منتصف الليل وصلت إلى مكان الحادث، وكم كان الموقف صعبا، وكم كان الموقف رهيب. فقمنا سعيا بتركيب لجنة المساعي الطيبة، وبالفعل وصلت المشايخ صباحا برئاسة فضيلة الشيخ موفق طريف وأصحاب السعادة من القضاء ومستشارين قضائيين وسواس خلوات من القرى الدرزية. والحمد لله توفقنا في هذه المساعي، إذ توصلنا إلى هدنة لستة أشهر بين العائلتين، علما أن الشرطة ستستمر في عملها كي تصل إلى الجاني. أسف يا تستنكر هذا العمل، هذه ليست مسالكنا وهذه ليست أخلاقنا ولا طرقنا. وأسف يا تعرف المحبة وتكن الاحترام لجميع مواطنيها وعائلتها. فما بقي إلا أطلب منكم يا أهالي البلد تهدئة الخواطر والاشتراك غدا في مراسيم الدفن. علينا العمل من أجل الحياة لنا ولأولادنا. العنف يخترق ويحتل كل زاوية من زوايا البلد إذا تمكن، ولكن علينا دحر هذا العنف. وليبقى التسامح طريقنا والسلوك القويم منهجنا. علينا النظر إلى الخلف مرة واحدة وإلى الأمام 100 مرة كي نربي أولادنا ضد العنف وضد كل هذه السلوكيات. شاكرا المشايخ الأجلاء على عملهم الخير من أجل الهدنة والمصالحة. وهنا أتقدم لعائلة الفقيد، لإخوانه، لأمه الخضر، للأقارب جميعا، طالبا من الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، طالبا من جميع المواطنين في هذه الأيام بث قول الخير والتقارب والإلفة في مثل هذه الظروف. شايف المؤثرة والمحمة أي جيش البلد الجميع في المعيات والمحمات. طبعا الحاجة اللي صار نعم نشف ومستنكروا كل مشاركين حضراتهم، كل مشاركين حضراتهم كل مشاركين حضراتهم. العنف المستشري اليوم في مجتمعنا بالذات قرانا شيء لا يعتمد. هذا الكل لازم يتعاون شيخه طلعه من مجتمعنا، يكون توجيه هناك خاصة للشباب الطايش اللي عم بيعمل أمور يعني موضع الطايف بالدويل بالنوالي. كمان احنا هاي مناسبة نشكر حضراتكم على الموقف اللي وقفتوه، موقف الرجولي، موقف الكرامي،
موقف اللي كله يعني تسطر في ماء من ذهب، والتروي والصبر اللي أبديتوه وسمعناه من الإخوان من البلد من هون من كل هذا موقف مسجل لحضراتكم، جزاك الله خير. كمان كان هناك قسم للشر وقسم للرؤوس، لكن احنا في معية المشايخ يعني كمان الله راد في تطوير كمان أحتاج كمان قصص وطابعة كمان صور حديثة، لكن كمان مرة احنا شاركين حضراتكم نشرف على الحدث اللي صار وطلعوا لحضراتكم خلي الموجودين.